رباه، أشياء الصغرى تعذبني، فكيف أنجو من الأشياء رباه؟ هنا جريدته في الركن مهملة، هنا كتاب معا كنا قرأناه، على المقاعد بعض من سجائره، وفي الزوايا بقايا من بقاياه. ما لي أحدق في المرآة أسألها بأي ثوب من الأثواب ألقاه؟ أأدعي أنني أصبحت أكرهه؟ وكيف أكره من في الجفن سكناه؟